إلى شأن آخر، حيث شدد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو على ضرورة تنسيق الجهود لحماية شبوة من أي مخاطر، وذلك في أول ظهور جديد له عقب ظهوره الأخير من على خطوط المواجهات في مديريات بيحان في اليوم الثاني لاجتياح ميليشيا الحوثيين المديريات الغربية لشبوة. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد برئاسة المحافظ مع قيادة السلطة المحلية والقيادات الحزبية وأعيان وشيوخ القبائل في المحافظة، وكرس لتدارس الأوضاع في المحافظة وتحرير مديرية بيحان من قبضة الميليشيا الحوثية الإرهابية. ومنذ 21 من سبتمبر الماضي سيطرت ميليشيا الحوثيين على أجزاء من مديريات بيحان وعسيلان وعين عقب عملية عسكرية واسعة، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني لاحقا من استعادة عدة مواقع في تلك المديريات. وقبل 4 أيام نفذت المقاومة في مديرية بيحان أول عملية عسكرية، حيث استهدفت بكمين محكم عناصر من الميليشيا الإرهابية أثناء تجوالها في المدينة، ما أسفر عن مقتل 8 مسلحين حوثيين. إذا مشاهدينا، ينضم معنا عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع مستشار محافظ شبوة محسن الحاج. أهلا وسهلا بك معنا سيد محسن. إذا بعد أيام على آخر ظهور لمحافظ شبوة بن عديو، ها هو يعود مجددا يتحدث إلى جمع غفير من الأعيان ومسؤولي السلطة المحلية. ما الذي دار في هذا الاجتماع وما كانت أبرز نقاط هذا الاجتماع؟ استاذ بخير، مساء الانضم المشاهدين. ياتي الاجتماع السلطه المحليه اليوم مع الجماهير ومشايخ القبائل، ياتي في توحيد الجهود ضد الميليشيات الحوثيه التي اجتاحت مديريه بيحان. وهذا الاجتماع هو عباره عن مطالبه شعبيه بتوحيد الصفوف و توحيد الجهود لمواجهة هذا المد الميليشياوي الانقلابي الخارج عن القانون. هناك ترتيبات لإعادة لترتيب هذا الدعم الشعبي والإسناد الشعبي للجيش الوطني، وسيفتح ستفتح معسكرات للشباب الذين يريدون أن يتطوعوا للقتال في صفوف المقاومة والجيش الوطني ضد هذه الميليشيات. طيب إذا عرض عليكم مشاركة قوات الانتقال في المواجهات ضد ميليشيا الحوثيين في بيحان وعسيلان، خاصة وأن هناك دعوات من قيادات داخل المجلس الانتقالي لتناسي الخلافات معكم ومواجهة الحوثيين كعدو مشترك، هل ستقبلون بها؟ معركة اليمنيين جميعهم مع الميليشيات الانقلابية الحوثية معركة واحدة ومعركة مصير. فمن أراد من أبناء شبوة وأبناء اليمن عموما أن يشارك في هذه المعركة المصيرية الوطنية الحاسمة ضد هذه الميليشيات الانقلابية التي تريد أن تغير أن 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 تحرف مسار الثورة وتغير أفكار هذا الجيل، فالساحة مفتوحة لكل من أراد المشاركة والقتال ضد هذه الميليشيات. نعم. الإيرانية. لكن هل ستأخذ هذه الترتيبات وقتا أطول، لا سيما وأن المحافظة المجاورة لكم محافظة مأرب تقع تحت ضغط شديد، ركز الحوثيون كل هجماتهم وكل حشودهم على هذه المحافظة، لكننا نلاحظ أن جبهات محافظة شبوة هدأت قليلا في الصفراء وفي بيحان وغيرها، بينما تشتعل بشكل أكبر في الجوبة وفي جبل مراد وفي حريب. قبل قليل أيضا كان معي قائد عسكري وقال ننتظر من القيادات في محافظة شبوة أن تدشن العمل العسكري هناك بشكل فعال لكي تحكم الحصار على الحوثيين من جهة حريب ويتم فك الحصار على المواطنين أو المحاصرين في العبدية، فهل ستأخذ هذه الترتيبات وقتا أطول؟ لقاء اليوم هو لقاء اسناد شعبي وليس يخص الجيش، اما فيما يتعلق بالجيش فهو الجبهه ويرتب صفوفه ويعد العده، وكما قال الاخ المحافظ ستسمعون ما يسبقه في الايام القادمه. اما اجتماع اليوم فهو اجتماع شعبي ودعم واسناد شعبي للجيش الوطني وللسلطه المحليه. نعم. وللشرعيه. طيب. من استطاع ان يقاتل فليقاتل، من استطاع ان يدعم بالمال فليدعم، من استطاع ان يدعم معنويا فليدعم. في المجال مفتوح لكل وهذا الاجتماع ايضا ياتي في اطار حشد الدعم الشعبي
من أجل المعركة ضد الحوثيين، وقد تحدث بأن هناك معسكرات قد فتحت ومن يرغب من السكان للانضمام إليها فلينضم. هناك مسألة أخرى تتعلق بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء قبل أيام والتقى فيها محافظ شبوة. البعض تساءل وقتها بأن هذه الزيارة سيكون لها تبعات إيجابية لاحقا من خلال دعم الجيش في شبوة لاسترداد المناطق التي خسرها الجيش هناك، لكن لم يحصل شيء منذ ذلك الحين، لماذا؟ زيارة رئيس الوزراء هي جاءت في ضمن الحديث عن دعم الجيش الوطني في هذه المعركة. نعم. في مارب وشبوة، وتحدث أيضا عن الاختلالات الاقتصادية التي تحدث عن إصلاح بعض الإصلاحات في الجانب الاقتصادي. نعم. لكن الجيش الوطني في شبوة وأبناء شبوة جميعهم هم جاهزين لمواجهة الحوثي وميليشيات الحوثي، سواء طيب في اخر من نعم. جهه او من اخرى، او اللي بيحصل فالناس ستقاتل الى ان تنتصر او تنتصر. نعم. في اخر سؤال سيد محسن، هل شرط عليكم الدعم العسكري لا محدود مقابل تخليكم عن مساعيكم فيما يتعلق باخراج القوات الاماراتيه من منشاه بلحاف واعاده تشغيلها؟ وان لم يشرط عليكم ذلك، ان شرط مره اخرى هل ستقبلون بذلك؟ لم يشرط هذا الشرط، ولم نسمع اي حديث عن هذا الشرط. ابناء شبوه يقاتلون الحوثي منذ 2015 وحتى اليوم اخرجوه من كل شبر في محافظه شبوه، ولم يسمعوا ولم يرضخوا لاي شروط من اي طرف هنا او هناك. ابناء شبوه سيقاتلون ولن يتركوا الميليشيات الحوثيه تتمدد في المحافظه. شكرا جزيلا. ليس امامهم خيار. نعم. إلا القتال، ليس أمامهم خيار إلا النصر. أبناء شبوة قد حزموا أمرهم منذ فترة وعلى مر مراحل النضال كلها. نعم. أبناء شبوة دائما يقفوا في صف الدولة ومع المشروع الوطني ضد أي مشاريع تنبيهية. إذا مهما كلف الثمن فإن أبناء محافظة شبوة ليس لديهم خيار سوى القتال والدفاع عن محافظتهم والظفر بالنصر أمام أي محاولات يقوم بها العدو الحوثي. شكرا جزيلا لك مستشار محافظ شبوة محسن الحاج.